السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا تتمة درس إنشاءات هندسية واحد، هذا الدرس السادس في كتاب الجيد في الرياضيات المستوى السادس. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نديرو الصفحة رقم 35. أتمرنو جو مونترين. التمرين السادس، أنشئ مثلثا ABC في كل من الحالات التالية. الحالة الأولى AB يعني القياس ضلع AB 8 سنتيمتر، قياس ضلع AC 6 سنتيمتر، وقياس ضلع BC هو 5 سنتيمتر. إذا غادي نديرو أول شيء، غادي نبدأ مثلا بقياس ضلع AB. غادي ندير AB، يعني غادي نبدأ من عندي 8 سنتيمتر، غادي نمشي من 0 حتى ل 8، من 0 إلى 8 هذا هو ضلع AB. A من هي عندنا B. الآن عندنا قياس ضلع AC 6 سنتيمتر، إذا غادي ناخد البركار وغادي نحل البركار على 6 ديال سنتيمتر في المسطرة، 6 ديال سنتيمتر يعني محتل هنا من صفر لستة، حد هنايا من صفر لستة، وغادي نمشي من A وندير واحد القوس ابتداء من A، لأن عندي AC 6 ديال سنتيمتر، غادي ندير واحد القوس. عندنا بي سي القياس ديالو 5 سنتيمتر، اذا غادي نحل عاوتاني القوس، غادي نحل البركار على 5 ديال سنتيمتر في المسطره، اذا هنا، وغادي نمشي من ابتداء من بي، ندير الشوكه هنايا في بي وندير واحد القوس اللي كتقطع مع داك القوس الاول اللي درنا، كتقطعو هذيك هي النقطه سي اللي كتقطعو فيها. غادي نربط النقطه ا مع سي، ونربطو ايضا النقطة B مع النقطة C، هذا هو المثلث A B C. الان غادي نرسمو الحالة الثانية AB، القياس ديال ضلع AB 5.2 سنتيمتر، القياس ديال ضلع AC 7 سنتيمتر، قياس ضلع BC 3 سنتيمتر. اذا غادي نرسم ضلع AB اللي القياس ديالو 5.2، اذا غادي نمشي من 5 من 0 حتى 5.2 حد هنايا، يعني 5.2 حد هنايا، اذا هذه ا وهذه بي، غادي ندير هنايا ا وهنا غادي نديرو بي. الان عندنا قياس ضلع AC 7 سنتيمتر، اذا غادي نحل، غادي ناخذ المسطره وغادي نحلو البركار على 7 ديال سنتيمتر، يعني من 0 حتى ل7 حد هنايا، نقدوها حد هنايا، يعني 7 ديال سنتيمتر. وغادي نجيو من ا، غادي نحط الشوكه في ا وغادي ندير واحد القوس، كذلك في بي عندنا بي سي 3 سنتيمتر، اذا غادي نجيو غادي ندير نحل البركار على 3 ديال سنتيمتر بحال هكا، 3 ديال سنتيمتر، وغادي ندير واحد القوس كذلك من بي، اذا هنايا ما غاديش يتلاقاو ليا، خصني نولي عاوتاني نطول داك القوس الاول اللي درنا اللي فيه 7 ديال سنتيمتر، غادي نعاود نحل البكار على 7 ديال سنتيمتر باش نطول داك القوس الاول باش يتلاقاو ليا، كان خصني نديرو طويل من الاول، 7 ديال سنتيمتر هنا، غادي نولي نرجع للنقطه ا باش نطول هذا القوس هذا بحال هكذا. اذا هذه هي النقطه سي اللي كيتلاقاو ليا فيها، هذه هي النقطه سي، وغادي نربط النقطه بي مع النقطه سي، والنقطه ا ايضا مع النقطه سي، اذا هذا هو المثلث ا بي سي. الان الحاله الثالثه AB، القياس ديال AB 8.3 سنتيمتر، اذا غادي نرسمو القياس، غادي نرسم ضلع AB للقياس ديالو 8.3 سنتيمتر، اذا غادي ندير من صفر، غادي ندير 8 التي غادي نديرو 8 حد هنا 3، يعني 8.3 حد هنايا سنتيمتر، اذا هذه هي النقطه B، اذا هذه النقطه A وهذه نقطة B. الآن عندنا قياس ضلع AC 6.8 سنتيمتر، يعني غادي ناخد البركار وغادي نحلو على 6.8 سنتيمتر، إذا
إذن عندي هنا يا 6.5.6.7.8 هنا يا. نحد هنا يا 6.8 وغادي نجي من نقطة أ وندير واحد القوس. غادي نطول شوية باش ما نوليش عاوتاني نعاود. وغادي نجي عاوتاني في قياس الضلع بسي 9 سنتيمتر. يعني غادي نجي نحل نولي نطولو عاوتاني من هنايا شوية من هنا باش ما نعاودوش. غادي نجي في نحسب نحل البكار على 9 سنتيمتر. يعني من 0 إلى 9 يعني هنا هكذا 9 سنتيمتر. وغادي نديرو واحد القوس ابتداء من بي، يعني حط الشوكة في النقطة بي وندير هنا، هذه هي النقطة سي. وغادي نربط أ مع سي، نقطة أ مع نقطة سي، وكذلك نقطة بي مع نقطة سي لكي نحصل على المثلث أ بي سي. الآن التمرين الثامن، عفوا التمرين السابع، عاد نمشيو للتمرين الثامن. التمرين السابع، ألاحظ الأشكال الرباعية وأكتب رقم واسم كل واحد منها على دفتري وأعلل جوابي باستعمال الأدوات الهندسية. إذا غادي نبداو بالشكل الأول. الشكل الأول فهو متوازي أضلاع. الشكل الأول فهو متوازي أضلاع. لماذا؟ لأن كل ضلعان متقابلان متقايسان. نعللو الجواب ديالنا باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة. يعني غادي إما غادي نستعمل المسطرة هنايا في هذه الحالة هذه باش نشوف هذا الضلع هذا مع هذا الضلع هذا مع هذا يكونوا متقابلان ومتقايسان. إذن ها التي بحال هكذايا، إذن هنايا عندنا متقابلان ومتقايسان. كذلك بالنسبة لهاد الضلعان هادو، يعني هذا مع هذا غادي ندير له هكذايا، ومن هنايا عاوتاني أيضا نفس الشيء، يعني نفس القياس. دابا هنايا متقابلان ومتقايسان ومتوازيان. متوازيان يعني أنهما غادي يكونوا عموديان على نفس المستقيم. يعني أنني إلا درت مستقيم عمودي على هاد الضلع هذا، نديرو غير بالقلم، غادي يكون ايضا عمودي حتى على الضلع الثاني. الا درت مستقيم عمودي هنايا غادي يكون عمودي حتى على الضلع الثاني. يعني هنايا عندي زاويه قائمه، حتى هنا خصني نلقى زاويه قائمه. اذا هادو متوازيان، هذا مع هذا متوازيان. نشوفوا دابا بالنسبه للضلعين الاخرين حتى هما خصهم يكونوا متوازيان. اذا غادي ندير واحد المستقيم اللي هو عمودي عليه، وغادي يكون عفوا خصني نقادو مزيان حيت ما جاينيش على يديا. اذا هنايا عندنا زاويه قائمه، حتى هنا خصني نلقى زاويه قائمه، يعني يكون متعامد يعني عمودي حتى على الضلع الاخر. نعم فهو كيشكل لي حتى هنايا زاويه قائمه، لان مستقيمان اللي هما عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. اذا هذا متوازي اضلاع. لماذا نقدر نكتبو؟ لان كل ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين. إذا نقدر نكتبو التعليل اللي هو هذا، الشكل الأول فهو متوازي أضلاع، كل ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان. الآن الشكل الثاني، الشكل الثاني فهو يعني مضلع خماسي، لأن عنده 5 أضلاع، الضلع الأول الثاني الثالث الرابع والخامس، مضلع خماسي. له 5 أضلاع. الآن غادي نشوفو المضلع الثالث. المضلع الثالث هذا فهو مستطيل. مستطيل لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين غادي يكونوا متقايسين ومتوازيان، وأيضا له 4 زوايا قائمة. يعني غادي نشوفو الزوايا القائمة. هنايا عندي زاوية قائمة، هنا ايضا عندنا زاوية قائمة. يعني غادي الا شفناهم بربعة غادي نلقاوهم زوايا قائمة، وهنايا ايضا عندنا زاوية قائمة. غادي نديرو العلامة ديال التعامد. لان هنايا عندي زاوية قائمة، هنايا ايضا زاوية قائمة، هنايا ايضا زاوية قائمة، هنايا ايضا زاوية قائمة. وايضا كل ضلعان متقابلان فهما
متقيسان ومتوازيان. يعني هذا الضلع هذا غادي يكون متقايس مع هذا الضلع هذا اللي متقابل معاه، كذلك بالنسبة للضلع الثاني يعني هذا فهو هذا متقايس مع هذا، متقابلان ومتقايسان. وغادي نكتبو بالنسبة لهذا الشكل الثالث فهو مستطيل. التعليل، لماذا كتبنا مستطيل؟ لأن كما قلنا كل ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان وله أربع زوايا قائمة. إذا هذا مع هذا متقايسين، هذا مع هذا متقايسين، هذا أيضا مع هذا متقايسين ومتوازيين، حتى في متوازي الأضلاع هذا مع هذا وعاوتاني هذا حتى هو مع هذا ما درناهمش. الآن الشكل الرابع فهو كيف ما كنشوفوا فهو شبه منحرف. شبه منحرف لماذا؟ لان اولا عنده 4 ديال الاضلاع، ثانيا هذا الضلع هذا متوازي مع هذا الضلع هذا، ولكن هذا الضلع ما متوازيش مع هذا الضلع هذا. غادي ندير هنايا واحد المستقيم اللي غادي يكون عمودي على ضلع واحد، وغادي نشوف غادي يكون خصو يكون عمودي حتى على الضلع الاخر الموازي له. اذا غادي ندير هنايا واحد الخط، هنايا عندي زاويه قائمه، حتى هنا خصني نلقى زاويه قائمه. غادي نشوف واش عندي هنايا زاويه قائمه. نعم زاويه قائمه، اذا فهما متوازيان، يعني هذا متوازي مع هذا. اذا أربعة فهو شبه منحرف. الشكل الرابع فهو شبه منحرف، وسنكتب التعليل. لماذا؟ لان له فقط ضلعان متوازيان، يعني غير هذا اللي متوازي مع هذا، ولكن هذا ما متوازيش مع هذا. الشكل الخامس فهذه دائرة. الشكل الخامس عندنا دائرة، يعني راه باينة دائرة ما محتاجاش للتعليل يعني بشي أدوات هندسية، فهي دائرة. الشكل السادس هذا مثلث، ولكن عاد غادي نشوفو واش هو مثلث متساوي الساقين أو لا. غادي هو مثلث، ولكن غادي نتأكدو نشوف هاد الساقين ديالو هل هما متقايسان. إذا كانوا متقايسين غادي نسميه مثلث متساوي الساقين. خلاص زاوية قائمة ما فيهش زاوية قائمة، نشوف. إذا هنا نعم عنده زاوية قائمة، نعم عنده زاوية قائمة اللي هي هذه قائم الزاوية، لأن عندي هنايا كنلاحظ بأن زاوية قائمة فهو مثلث قائم الزاوية، لأن له زاوية قائمة هي هذه مثلث قائم الزاوية. ونشوفوا هل يعني عنده ايضا واش متساوي الساقين. لا ما كنظنش متساوي الساقين. نشوف هنايا بالنسبه للضلع الاول، وهذا ما متقايش مع الضلع الثاني، اذا فقط فهو مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه. تعليل، هو له زاويه قائمه، له زاوية قائمة. هذا هو التعليل اللي غادي نديرو بأنه له زاوية قائمة. الشكل السابع، الشكل السابع غادي يكون هذا معين. الشكل السابع غادي يكون معين، وغادي نشوفو التعليل. لماذا التعليل؟ نقدر نشوفو الأضلاع ديالو الأربعة تكون متقايسة، أو نديرو القطرين ديالو يكونوا متعامدان ويتقاطعان في المنتصف. نشوفو الأضلاع ديالو الأربعة هل هي متقايسة. نشوف الضلع الأول، نقدر نديروه بالمسطرة أو بالبركار. إذا مع الضلع الثاني نعم هنايا، ثم الضلع الثالث نعم نفس القياس، والضلع الرابع كذلك نفس القياس، وما عندوش زوايا قائمة، ما عندوش زوايا قائمة، إذا فهو معين، يعني أضلاعه الأربعة متقايسة وليس له زوايا قائمة. إذن فهذا الشكل السابع فهو معين. لماذا؟ لأن أضلاعه الأربعة متقايسة وليس له زوايا قائمة، يعني ما عندوش 4 ديال الزوايا قائمة، أو وزواياه غير قائمة. ممكن نكتب وزواياه غير قائمة، وزواياه غير قائمة. الآن الشكل الثامن فهذا غادي يكون مربع،
غادي نشوفوا التعليل لماذا. لان اولا غادي تكون عنده الاضلاع متقايسه، اذا الاضلاع ديالو غادي تكون متقايسه، وغادي نلقاو عنده اربع زوايا قائمه، اذا ها هما الاضلاع ديالو متقايسه لانهم بالبركار، والزوايا ديالو قائمه. اذا هنايا عندي زاويه قائمه، ايضا حتى هنايا عندنا زاويه قائمه. انا هنايا غادي نديروا العلامه ديال الزاويه القائمه، كذلك هنايا علامه الزاويه القائمه، هنايا علامه الزاويه القائمه، هنايا علامه الزاويه القائمه. وهذا الضلع متقايس مع الضلع، متقايس مع الضلع، متقايس مع الضلع، ما درناهاش هنايا في المعين. هذا الضلع راه متقايس مع الضلع، متقايس مع الضلع ومع هذا. اذا هذا هو التعليل اللي غادي نديرو في المربع، له اربعه اضلاع متقايسه واربع زوايا قائمه. اذا المربع له اربعه اضلاع متقايسه و نكتبوها غير بالحروف، واربع زوايا قائمه، اربعه اضلاع متقايسه واربع زوايا قائمه، هذه اربعه. الان نمر الى التمرين الثامن. التمرين الثامن، انشئ مثلثا قائم الزاويه في ا وفق الحالتين التاليتين. ا بي، القياس ديال الضلع ا بي يساوي 5.4 سنتيمتر، قياس الضلع ا سي يساوي 3 سنتيمتر. هذه بالنسبه للحاله الاولى. اذا هنايا غادي نديروا واحد الضلع اللي هو ا بي، ندير واحد الخط او واحد القطعه اللي فيها 5.4 سنتيمتر. اذا غادي ندير من 0 الى 5.4، اذا غادي نمشي هنايا 0 5، هنايا 5.1.2.4، هنايا جاتني هنايا 5.4. اذا هذه غادي نسميها نقطه ا، هذه نقطه بي. اذا هذا المثلث هذا هو قائم الزاويه في ا، قائم الزاويه في ا، يعني هنايا غادي تكون عندي زاويه قائمه هنايا في ا، غادي نديرها بالقوس، ندير واحد الخط متعامد مع هذا الضلع هذا، يعني هنا عندي زاويه قائمه. وعندنا ا سي، قياس الضلع ا سي يساوي 3 سنتيمتر، اذا غادي نحسب هنايا عفوا 3 سنتيمتر. ثلاثة سنتيمتر من هنا لهنا غادي يجيني حد هنايا، ثلاثة سنتيمتر حد هنايا، هذه هي النقطة سي. هنا غادي نربطها مع النقطة بي لكي نحصل على المثلث ا بي سي، إذن هذا هو المثلث ا بي سي. الآن غادي نشوفوا الحالة الثانية. قياس ضلع ا بي يساوي قياس ضلع ا سي يساوي 6 سنتيمتر، يعني ان هذا المثلث هذا غادي يكون في نفس الوقت قائم الزاويه في ا وفي نفس الوقت متساوي الساقين راسه ا. اذا غادي نديروا واحد الضلع ا بي اللي القياس ديالو 6 سنتيمتر، غادي ندير من 0 الى 6 هكذا، وهنايا غادي نديرو ايضا واحد الزاويه قائمه. ما عرفتش واش خليت هنا البلاصه اولا ما خليناش، نشوف الا ما قدتنيش خصني نولي نعاود. اذا غادي نشوف هنايا واش غادي تقدني، هنا غادي نديرو يعني غادي تكون عندي زاويه قائمه، لا ما غاديش تقدني لانني خصني نوصل حتى هنايا، خصها تكون عندي 6 ديال السنتيمتر، ما غاديش تقدني، غادي نولي نعاودها. اذا غادي نولي نعاود ا بي، ندير فيها 6 سنتيمتر، غادي نديرو ا من هنايا 6 سنتيمتر، وغادي تكون عندي هنايا هذه هي النقطه ا وهذه النقطه بي. الان دابا غادي ندير الزاويه القائمه هنا، هنايا راه قد انا دابا في هذه البلاصه هذه، غادي ندير واحد الخط اللي كيكون ليا زاويه قائمه مع الضلع ا بي،
وهنايا غادي نجي نحسب 6 سنتيمتر لانه هو في نفس الوقت متساوي الساقين وقائم الزاويه في ا. يعني غادي نحسب فقط 6 سنتيمتر، يعني هنا غادي تجيني هنا، هذه هي النقطه سي، وغادي نربط الان هنا عندي زاويه قائمه هنا، غادي نربط النقطه بي مع النقطه سي، يعني هنايا عندنا هذا القياس، هذا هو نفسه القياس اللي عندنا هنايا 6 سنتيمتر، وهنايا ايضا 6 سنتيمتر، يعني ان هو متساوي الساقين وقائم الزاويه في ا. نمر الى التمرين التاسع. انقل الشكل بحيث تكون النقطه او مركزا للدائرتين سي 1 وسي 2 و ا بي عموديا على سي دي. اذا الشكل هو هذا اللي عندنا، بحيث غادي نديروه في واحد الورقه، بحيث غادي تكون عندي هذا ا بي عمودي على سي دي، غادي نرسم هادو هما الاولين ا بي عمودي على سي دي، وعاد من بعد نرسم الدائرتين. غادي نشوف القياس اللي عندنا هنا، نشوف القياس اللي عندنا هنا باش يجينا نفس القياس. اذا غادي نديرو هنا واحد النقطه، اذا هذه النقطه او وهذه النقطه ا. هنا كذلك غادي نديرو نفس القياس اللي درنا هنا، نفس القياس اللي درنا هنايا، هذه النقطه بي، هذه النقطه بي. والان غادي نرسم واحد العمودي، اللي هو هذا، ونشوفوا هذا القياس هذا اللي عندنا هنايا، باش يعني غادي نديرو بحال الشكل نفسه، يعني نفسه نفس القياسات اللي عندي هنايا. الا بغينا نديرو نفس القياسات، يعني غادي ندير هذا القياس هذا اللي عندي هنايا هو نفسه، غادي نديرو هنا وهنايا عاوتاني حتى في الجهه الاخرى. اذا هذه النقطه دي وهذه النقطه سي. الان دابا غادي نرسم واحد الدائره اللي المركز ديالها او وشعاعها ا، اللي هي هذه شعاعها او ا عفوا او او بي، ونرسم عاوتاني دائره اخرى اللي المركز ديالها او وشعاعها او سي او او دي نفس الشيء، وهنايا عندنا اذا هو هذا الشكل اللي حنايا رسمناه. نشوفوا سؤال ب، احدد طبيعه المضلع الرباعي سي ا دي بي. سي ا دي بي يعني هو هذا المضلع اللي غادي يكون على شكل، هو معين غادي يكون معين. حنا غادي نشوفوا التبرير علاش، اعللوا جوابي، غادي نشوفوا الجواب ديالنا علاش. هو هذا الشكل اللي حصلنا عليه، وهذا غادي يكون شكل، هاد الشكل هذا غادي يكون معين. اذا لماذا هو معين؟ اذا هذا الرباعي هذا سي ا دي بي معين، لماذا؟ لان هذا هو قطر لهذا المعين، هذا ايضا هو قطر، لان قطراه متعامدان وغير متقايصين. هذا القطر هذا متعامد مع هذا القطر هذا ولكن غير متقايصين. اذا الرباعي، اذا المضلع الرباعي سي ا دي بي، سي ا دي بي
معين لأن قطريه متعامدان وغير متقايصين. القطران ديالو متعامدين، هي عندها علامة التوازي، هذا القطر هذا متعامد مع هذا القطر هذا ولكن ما متقايصينش، لأن إلا كانوا متعامدين ومتقايصين غادي يكون مربع. هو معين هذا القطر هذا ماشي قد هذا، هما متعامدين ولكن ما متقايصينش. نمر إلى التمرين العاشر. التمرين العاشر هو تمرين بالفرنسية. Je trace sur mon cahier une figure respectant les mesures et les informations données sur le schéma. يعني أرسم على دفتري شكل يحترم القياسات والمعلومات اللي données sur le schéma المتوفرة في هذا الرسم. إذن غادي نديرو شنو عندنا. عندنا واحد المستطيل ان ريكتانجل E F G H rectangle E F G H rectangle وعندنا E G égal 8 سنتيمتر. يعني هذا القطر هذا E G كيساوي 8 ديال سنتيمتر، وعندي هنايا لا largeur H G égal 3.5 سنتيمتر، العرض القياس ديال العرض 3.5 سنتيمتر. ما عندناش الطول، عندنا فقط غير العرض، وعندي القياس ديال القطر او جي، القياس ديال القطر او جي، الطول ما عندناش. اذا غادي نحاول غادي نديرو هذا المستطيل هذا، يعني نعتمدوا غير على هذه المعلومات اللي عطاوني هنايا. غادي نبدا نرسم. اول حاجه غادي نرسم العرض اللي هو فيه 3.5 ديال سنتيمتر. اول حاجه غادي نرسمو العرض، غادي ندير فيه 3.5 ديال سنتيمتر. اذا العرض 3.5، يعني غادي ندير من 0 الى 3.5 العرض. حد هنا حد هنايا العرض 3.5 ديال سنتيمترات، يعني هادي اش وهادي جي. يعني هاد القياسات اللي عندكم هنايا راه ماشي هما، هادي راه ماشي 3.5 ديال سنتيمتر، ولكن هذا فقط غير تمثيل. هنايا درنا 3.5 ديال سنتيمتر. شنو عندنا حنا؟ عندنا هاد القطر هذا او جي القياس ديالو 8 دي سنتيمتر، ولكن خصني اول حاجه شنو كنعرف انا بان المستطيل عنده 4 ديال الزوايا قائمه. غادي ندير هنا واحد الزاويه قائمه، ولكن ما غاديش نحدد الطول ديالو شحال حتى نرسم القطر. غادي نرسم واحد الخط، وغادي نجي لهنا عندي زاويه قائمه. الان دابا عندي ما بين جي و او، يعني من هنا حتى الاو ما عرفهاش انا فين غادي تكون، من جي حتى الاو غادي تكون شحال عندنا 8 ديال السنتيمتر. اذا غادي نجي نحل البكار على 8 ديال السنتيمتر، نحلو على 8 ديال السنتيمتر من 0 حتى ل 8، من هنا حتى ل 8 حتى هنايا هكذا. وغادي نجي لهنايا نحط الشوكه ديال البكار في النقطه جي، وغادي نجي لهنا وندير واحد القوس هنا اللي كيتقاطع مع هذاك، يعني مع الطول. هذه هي غادي تكون عندي النقطه او، يعني هنايا، لان هنا شنو درنا هذا القطر هذا من هنا لهنا درنا 8 ديال سنتيمتر كيتقاطع ليا مع هذا. اذا هذه هي النقطه او، غادي ندير هنا النقطه او. اذا دابا صافي لقينا العرض اللي هو 3.5، ولقينا الطول هنايا عندي اش او، هذا هو. ممكن انني نكمل يعني ندير هنايا زاويه قائمه، هنايا نكمل بالكوس والمسطره، ندير هنا زاويه قائمه وهنايا كذلك، او نكملوا بهذا بالباكار. نكمل بالباكار، يعني غادي ندير هنايا غادي ناخذ هذا القياس هذا من اش حتى الاو، من اش حتى الاو، يعني هذا القياس هذا اللي عندي غادي ناخذه وغادي نديرو هو نفسه. غادي ندير واحد القوس، غادي نفتح واحد القوس من هنا، ونفس الشيء عاوتاني غادي نحاول نحل البكار من اش لجي اللي هي عندي داك المسافه ديال 3.5 ديال سنتيمتر. غادي نحل هنا البكار هنا، ونفس القياس غادي نحتفظ به وندير واحد القوس هنا كيتقطع لي مع داك القوس الاول اللي درت. هذيك هي النقطه، عفوا هنا هذه هي هي هذه هي هذه النقطه اف، هذه هي النقطه اف، وكنربط هنايا جي مع اف، وكذلك اف مع او، ونربطو كذلك نقطه اف مع نقطه او. اذا هكذا كنكونو حصلنا على مستطيل اللي هو او
اف جي اش اللي طلبوا منا اننا نرسموه. وكنلاحظ هنايا بان راه عنده ربعه ديال الزوايا قائمه والاضلاع ديالو متقايسين، وعنده في العرض 3.5 سنتيمتر، وفي القياس ديال القطر كيف ما لقينا كيف ما درنا 8 ديال سنتيمتر في قياس القطر اللي هو هذا 8 ديال سنتيمتر في قياس القطر. نمر الى السؤال الموالي. Je trace sur mon cahier une figure respectant les mesures et les informations données sur le schéma. يعني انني غادي نرسم ارسم على دفتري شكلا يحترم القياسات والمعلومات المتوفره في هذا الرسم. هذا فهذا الرسم شنو عندي؟ عندي اي جي كي ال لوزونج، يعني هذا الشكل هذا هو معين، اي جي كي ال معين. وفي القياس ديال العرض ديال الضلع ديالو، عفوا قياس الضلع 6 سنتيمتر، لان هنا 6 هنا ايضا 6 هنا 6 هنايا 6 نفس القياس ديال الضلع. في القطر ديالو 4 سنتيمتر، هذا القطر الصغير لان عنده ايضا قطر اخر اللي هو قطر كبير، هذا 4 سنتيمتر وغادي يكون قطر اخر لهنايا. باش غادي نبداو، غادي نبدا نرسم اول حاجه، غادي نرسم هذا القطر هذا اللي فيه 4 سنتيمتر. غادي نرسم القطر فيه 4 ديال سنتيمتر اللي هو هذا. غادي نرسم القطر من 0 ل 4 قطر فيه 4 ديال سنتيمتر اللي سميتو اي كا. اذا غادي تتبعوا، ساهله باش نرسمو اي كا. هنايا فيه 4 ديال سنتيمتر، ما غاديش نجي هنايا غادي ندير هنايا واحد الخط فيه 6 سنتيمتر، لا، لان ما غاديش يجيني مقادني شانو نفس القياس ديال الزوايا. ما غاديش نجي لهنا وندير هنايا واحد الخط فيه 6 سنتيمتر ونقول راني غادي نرسم ونبقى غاديه ب 6، لا، غادي نرسم اولا عندي هنايا 4 ديال سنتيمتر، غادي نرسم داك القطر الكبير اللي متقاطع معاه هنايا، هو اول حاجه غادي نرسمها. اذا غادي نشوف هنايا 6 ديال سنتيمتر 4 ديال سنتيمتر، نشوف النصف ديالها لان القطرين ديال المعين كيتلاقاو في المنتصف ديالهم. المنتصف هنايا عندي 2، اذا غادي نحسب 2 سنتيمتر وندير نقطه اللي هو هذاك المنتصف ديال القطر الصغير هنايا. من هنا غادي ندير القطر الكبير دايز من هنا من المنتصف، وكيكون متعامد مع، لان كنعرفوا القطرين ديال المعين كيكونوا متعامدين ويتقاطعان في المنتصف. غادي ندير هنا وغادي ندير هنا، ولكن ما عارفاش انا شحال القياس ديال هاد القطر هذا الكبير. غادي ندير غير واحد الخط اللي يكون متعامد معاه اللي غادي يساعدني باش نرسم هاد الضلع هذا اللي فيه 6 ديال سنتيمتر. الان دابا غادي نجي غادي نحل 6 ديال سنتيمتر، يعني هنايا غادي نرسمو معين مطابق لهذا نيشان. غادي نجي غادي نحل البيكار على 6 ديال سنتيمتر، 6 ديال سنتيمتر بحال هكذا من هنا هكذا، وغادي نجي لهنايا غادي نشوف 6 ديال سنتيمتر فين غادي تجينا، لان هنايا عندي 6 ديال سنتيمتر من هنايا لهنا 6 ديال سنتيمتر. يمكن الا خاصني مازال نطول هاد القطر هذا الكبير باش يتلاقى ليا مع هاد. غادي نطولو نمددو واحد شويه. اذا هنا، اذا هذه هي النقطه جي، هذه هي النقطه جي هنايا غادي تجيني هنا في هاد التقاطع هذا ديال القطر مع هاد القوس، هذه هي النقطه جي. هكذا غادي ندير لها، اذا غادي نلاحظ بان هنايا عندي 6 ديال سنتيمتر كيف ما درنا 6 ديال سنتيمتر في اي جي، عندنا القياس ديال هاد الضلع هذا 6 ديال سنتيمتر. صافي دابا غادي نكملو هنايا نفس القياس، غادي نديرو هنا ديال هاد القطر هذا اللي درنا هنا اللي لقيناه هنايا. غادي نشوف القياس ديال هاد القطر هذا، هو نفسه اللي غادي ندير هنا من التحت هنا، وغادي نمدد هاد القطر هذا حتى هو باش يتقاطع ليا مع هذاك القوس اللي درنا هنا حتى هنا. هذا هو نقطه ال، غادي نربطها مع النقطه اي
ثم غادي هذه هي النقطة L، والنقطة L عاوتاني غادي نربطها مع النقطة K باش نحصلوا على المعين. إذا هنايا كنلاحظ هنايا عندي 6 ديال السنتيمتر، حتى هنا غادي تكون عندي 6، حتى هنا 6، وهنايا 6، هذا هو المعين اللي هو طلبوا منا باش نرسمو هنايا. نمر الآن إلى التمرين 11. التمرين 11 ألف، أنقل الشكل بحيث تكون القطعتان كال و ام ان قطران للدائرة السي التي مركزها او. إذا غادي نديرو واحد الدائرة السي مركزها او، واحد الدائرة سي مركزها او اللي هي اللي هو هذا. وإلا بغينا نديرو يعني نفس القياس ديال الدائرة غادي ناخدو القياس ديال الشعاع اللي هو هذا، وغادي نديرو هو نفس القياس ديال الشعاع، يعني إلا بغينا نديرو نفس الدائرة. تما ما جيانيش على يديا داكشي باش كيفلت ليا. اذا هادي او، غادي ندير واحد الشعاع ام ان، ولكن هما غير متعامدين هاد القطرين هادو، هاد القطرين عفوا القطرين غير متعامدين، يعني غادي ندير غير فقط قطرين كيف ما كانوا يكونوا غير متعامدين. هذا ام ان، هذا قطر ام ان، وغادي ندير قطر اخر يكون ما متعامدش معاه، نحاولوا نديروهم ما متعامدينش مثلا بحال هكذايا. شويه تقريبا ما متعامدينش، هما درناهم ما متعامدينش بحال هنايا. هنا هذا كال، الان ما باء، ما طبيعه الرباعي ال ام ك ان، ال ام ك ان، اعلل جوابي. اذا يعني قبل ما نرسموا هذا المضلع، هذا المضلع الرباعي ال ام ك ان، كنلاحظ بان القطرين ديالو هما متقايصه، لان هذا قطر ديال الدائره وهذا قطر ديال الدائره، فقطراه متقايصان ولكن غير متعامدين. اذا بطبيعه الحال شنو غادي يكون؟ غادي يكون مستطيل. الا جينا نرسموه هنايا غادي نلقاو مستطيل. والتعليل لان قطريه متعامدان وغير متقايصان. وغادي نلقاو بانه مستطيل، هو عنده 4 ديال الزوايا قائمه. لان اي مضلع اللي كيكونوا القطرين ديالو متعامدين متقايصين وغير متعامدين كيكون مستطيل. اذا هذا عنده 4 ديال الزوايا قائمه، وهذا الضلع هذا راه هو قد هذا الضلع، هذا الضلع قد هذا الضلع. اذا طبيعه المضلع الرباعي ال ام ك ان فهو مستطيل. إذن المضلع الرباعي ال ام ك ان مستطيل. لماذا؟ لان قطريه متقايصان وغير متعامدين، متقايصان وغير متعامدين، لان هذا راه هو قطر ديال الدائره وهذا قطر ديال الدائره، وفي نفس الوقت هو قطر ديال المستطيل، يعني هذا القطر قد هذا القطر، هذا قد هذا القطر، هذا القطر هذا قد هذا القطر، ويتقاطعان في المنتصف اللي هو مركز الدائره. وغير متعامدين نقدروا نقولوا بانهما يتقاطعان في المنتصف، ويتقاطعان في المنتصف في منتصفهما. اذا هذا هو التعليل اللي غادي نديرو بالنسبه للباء. الان نمر الى التمرين 12. التمرين 12 انقلوا المعين ا ال او اس التالي،
هو هذا المعين A L O S. إذن غادي نديروه في واحد الورقة. يعني بالنسبة لهذا الشكل هذا، هذا المعين هذا اللي بغينا نرسمه، أول شيء غادي نرسمه القطرين ديالو. غادي نرسم القطرين، يعني غادي نرسم واحد الخطين أو المستقيمين المتعامدين. غادي نرسم واحد المستقيم متعامد مع مستقيم آخر. نديرو هنايا مثلا، وعاد ديك الساعات غادي ناخذ القياس اللي عندنا هنا. اذا بغينا نديرو بحال هذا نيشان، غادي ناخذو هذا القياس هذا اللي عندنا هنا ونديروه، يعني هاد من هنا لهنا غادي يكون هو هذا من هنا لهنا، ونفس الشيء هنا، لان القطرين ديال المعين كيكونوا متعامدين وكيتقاطعوا في المنتصف، يعني هذا المنتصف ديالهم. يعني وغادي نديروا عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لهنا ان او، يعني هذا القياس هذا اللي غادي ناخذه هو هذا اللي غادي نديرو هنا وهنايا عاوتاني. صافي، دابا غادي نربطو ما بين هاد النقط هادي اللي درنا. غادي نربطوه ما بين هادي وهادي وما بين هادي وهادي. يعني الا بغينا نديرو بحال ونيشان، ناخذو داك القياسات اللي عندنا تما. مادام قالوا لنا انقلوا المعين، غادي ننقلوه كيف ما هو. وهادي غادي نسميوها النقطة L، هادي النقطة O، وهذه النقطة S، وهذه A. وهذا المعين A L O S. الآن أكتب جميع القطع المستقيمة المتقايصة في الشكل. القطع المستقيمة المتقايصة شنو كنعرف؟ بأن المعين الأضلاع ديالو بربعة متقايسين، هذا متقايس مع هذا، متقايس مع هذا، متقايس مع هذا، وبالتالي فإن عندنا A L، قطعة AL أو الضلع AL يقايس الضلع LO، يقايس الضلع OS، يقايس الضلع SA أو AS. إذن هادو القطع المتقايصة. دابا غادي ندوزو لهنايا القطرين. عندي بالنسبة للقطرين هذا راه ما متقايش مع هذا، ولكن كيتقاطعو في المنتصف، يعني هاد القطعة هادي قد هادي. إذن هادي شنو نسموها N، إذن هادي N، يعني NL، القطعة NL تقايس القطعة NS. الآن غادي نمرو عاوتاني للقطر الثاني أيضا، حتى هو كيتلاقى في المنتصف، يعني هاد N هي المنتصف ديال L ديال القطعة LS، وهي المنتصف ديال هاد القطعة هادي AO. يعني هنا هادي مثلا نديرو هنا واحد الدائرة هنا، وهنايا دائرة، يعني هادي قد هادي، يعني NA تقايس NO، NO. احنا كتبنا جميع القطع المستقيمة المتقايصة في هذا الشكل. نمر الآن إلى التمرين الثالث عشر. ألف، ألاحظوا ثم أنشئ الشكل التالي. الشكل التالي هو هذا. إلا بغينا نصوبوه غادي نديرو هنايا واحد القطعة فيها 9 سنتيمتر. نديروه، نحاولو نزربو، واخا راه الفيديو غادي يجينا طويل، ولكن نحاولو نديروه دغيا دغيا بسرعة. غادي ندير 9 سنتيمتر في هاد القطعة هادي، 9 سنتيمتر. نزرب تعطل، غادي نديرو 9 سنتيمتر هنا اللي هي هادي. إذن هنا عندي الدي، وهنايا عندنا السي. عندي هنايا 3 سنتيمتر، وعندي زاوية قائمة. غادي ندير واحد الزاوية قائمة بحال هكدا، وغادي ندير واحد الخط ونحسب هنايا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر هنا، نحد هنا. إذن هنايا هادي النقطة أ. هنا كذلك عندنا زاوية قائمة، هنايا زاوية قائمة نفس الشيء. عاوتاني غادي ندير واحد الزاوية قائمة، يعني غادي نتبعو غير هاد المراحل اللي عندنا هنا،
ونفس القياسات، وغادي نديرو، غادي نحسب 4 سنتيمتر هنايا. نمشيو من 0 ل 4، اذا هنايا هادي النقطة بي، غادي نربطوها مع النقطة سي. الان عندنا غادي نديرو هاد بي او عمودي على بي سي، من عمودي عليه يعني هكذا. غادي ندير زاوية قائمة هنا، هنايا عندي زاوية قائمة كيف ما عندنا هنايا في الشكل هذا. هذه النقطة او. الان عندنا عاوتاني جي اف عمودي على المستقيم بي سي، وعندنا اف هي المنتصف ديال هذه القطعة هذه او سي، يعني غادي ندير المنتصف ديال القطعة او سي ونشوفو عاد ديك الساعات غادي ندير العمودي. يعني غادي نشوف هنايا شحال عندي هنايا ديال القياس وندير المنتصف ديالها. اذا هنا كنلاحظوا بان تقريبا هاد القطعه او سي القياس ديالها تقريبا 6.6 تقريبا او 6.7، حنا غادي نديرو 6.6، غادي نديرو 3.3 في القياس في النصف اللي هو هذا المنتصف، غادي يكون هنايا 3.3 اللي هي هذه النقطة F. الآن غادي نرسم العمودي. إذا عندي هذا القياس، هذا هو هذا هنايا، هذا القياس هو هذا. الآن دابا غادي نرسم العمودي على بي سي والمار من F بحال هكذا. يعني هنايا عندي أيضا زاوية قائمة، وهذه غادي نسميها النقطة جي، هذه غادي نسميها النقطة جي. إذا هذا هو الشكل اللي كيف ما مرسوم عندنا هنايا هو هذا. الآن غادي نشوفو السؤال ب، إذا كانت اف اللي هي هذه منتصف او سي، هل جي منتصف بي سي؟ إذا كانت اف اللي هي هذه اللي كيف ما درناها، درنا اف هي منتصف او سي، درنا النصف ديالها، يعني هذه القطعة هذه قد هذه القطعة. قالك هل جي هي أيضا منتصف بي سي؟ لا، بطبيعة الحال غادي نشوفو، غادي نشوفو هنايا بأن جي ليست منتصف لي هنايا، هنايا شوف هنايا، ولكن فاش غادي نجي لهنا ما غاديش نلقى نفس القياس، شوية ما مقادينش مزيان، ما مقادينش مزيان، يعني أن جي ليست منتصف بي سي. وغادي نشوفوها حتى هنايا في هذا الشكل هذا اللي عطينا، غادي ندير هاد، غادي ندير هنايا هذه هي المنتصف ديالها مقادين، شوف حتى هنا راه هنا راه ما مقادينش عندنا هادو، هادي راه ماشي منتصف، هادي راه ماشي، هادي راه خاطئ لنا في هاد الشكل هذا، راه هاد الشكل هذا راه خاطئ لان ماشي نفس القياس، لان هادي راه ماشي منتصف هنايا، هاد الشكل اللي دايرينه هنايا ماشي هو هذا اللي هنايا. اذا هاد الشكل هذا راه ماشي هو هذاك، يعني هذه راه ماشي هي المنتصف، يعني راه حنايا شفناها بالبكر ماشي هي المنتصف. اذا غادي نديو غير على هاد الشكل هذا اللي درنا حنايا. اذا كيف ما لاحظنا بان جي ليست هي منتصف، اذا حنا غادي نشوفوا بان يعني هاد اف هي منتصف او سي، ولكن جي ليست منتصف، اذا هذه هي المنتصف ديالها، هذه نفس المسافه اللي عندنا هنايا، ولكن هذه ليست جي ليست منتصف بي سي، ان الا درت هنا هنا ما غاديش نلقى نفس المسافه اللي هي عندي هنايا، شويه كنلقاها شويه ما مقادينش مزيان. وباش نتاكدوا اكثر غادي نشوف واحد الشكل، غادي نديرو واحد الشكل اللي هو مثلث بحال هكذايا، وغادي نشوف مثلا عندي هذه النقطه هذه هي المنتصف، مثلا غادي نسمي هذا المثلث ا، وهذا بي، وهذا سي، غادي نسمي هذه او، وغادي نشوف واش يعني العمودي على هاد
على هاد الضلع هذا والمار مين او، يعني هذيك النقطة واش هي منتصف بي سي او لا. يعني بحال هكذايا، بحال هكذا، من هنايا عندي هذه هي المنتصف، ولكن واش هذه هي المنتصف؟ لا، راه باينه من عندنا من هنايا بان ماشي هي المنتصف. غادي نتاكدوا منها بواسطه البركار، غادي نلقاو بانها ماشي هي المنتصف. اذا ماشي بالضروره ان الا كانت، اذا هنايا لاحظنا بان ماشي المنتصف، جايني هذه هنا وهذه جايه هنايا. اذا واخا هذه المنتصف ديال اسي، ولكن هذه النقطه هذه ليست منتصف بي سي، اللي غادي نسميوها مثلا جي. اذا جي هنايا ليست منتصف بي سي. اذا كانت اف منتصف او سي، هل جي منتصف بي سي؟ لا، ليس بالضروره ان تكون جي منتصف بي سي. اذا وهكذا كنكون سالينا الصفحه ديالنا رقم 35. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.